بدأ رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب بدأ زيارة ترويجية لدولة قطر، يلتقي خلالها بصناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال، وذلك لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية وعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري. وخلال لقاء مع وزير التجارة والصناعة القطرية محمد بن حمد، اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر بهدف بحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع. كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني عبد الله مبارك آل خليفة، وذلك لبحث خطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة وتيسير آليات تمويل الشركات القطرية الراغبة في تنفيذ استثمارات بمصر.